احنا لازم نساعد هتلر بإبادة اليهود، لأنه الجهاد هو الطريق الوحيد اللي بيدفع اليهود بالبلاد اللي لسه هتلر ما احتلها للهجرة على أرض الميعاد. ما في طريقة تانية تجذب المهاجرين لأرض الميعاد غير الإبادة؟ للأسف لا، لأني ما في أي يهودي عايش ومرتاح بأوروبا ممكن يفكر بالهجرة لهون إلا إذا حس حاله إنه معرض للإبادة. ولهالسبب هاد قلونا كلنا نتعاون لنزيد عمليات الإبادة حتى نقدر بالأخير نحقق حلمنا بإقامة الإمبراطورية العظيمة على أرض الميعاد. إحنا ممكن نقوم بحملة تبرعات ونساعد أخوتنا هنيك. هالمبالغ هي اللي عم بطلبها هتلر. نحن ممكن نهجر 10 ملايين يهودي من بقية دول العالم بدل هالكمية ألف اللي عنده. بفهم من كلامك إنه زيادة عدد اليهود بأرض الميعاد أهم من إنقاذ الأبرياء اللي بألمانيا؟ طبعاً ما في شك، أي بقرة بفلسطين أهلى من كل يهود ألمانيا.